إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابع تابعيه بإحسان إلى يوم الدين. اجتمعت على أمتنا عموماً وعلى جزائرنا خصوصاً الكثير من الأفراح، الكثير من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من هذه النعم أننا في العشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الله عز وجل فضلها في الوحي الطاهر، بل أقسم بها والفجر وليال عشر. والتفسير المعتمد لدى جمهرة المفسرين المراد بهذه الأيام هي الأيام الأولى العشر من شهر ذي الحجة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، في رواية، من هذه الأيام. المراد هذه الأيام الأول من شهر ذي الحجة. ولكن هذا الحديث النبوي الشريف ذكر كلمة العمل الصالح، والعمل الصالح بلا بيان لطبيعته أو نوعيته، لتنصرف هممنا إلى جميع الصالحات، إلى جميع الأعمال الخيرية التي يتعدى نفعها إلى الغير. فالعمل الصالح كما هو في الوحيين لا ينصرف إلى عمل بعينه، بل قدر الله أن يأتي هذا العمل بهذه الصيغة، فكل ميسر لما خلق له. فصيام هذه الأيام من العمل الصالح، والإكثار من الذكر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، من العمل الصالح. وقيام الليالي من العمل الصالح، ومساعدة الفقراء والمساكين واليتامى والتخفيف على الناس في هذه الأيام المباركات من العمل الصالح. والدليل في القرآن وفي السنة كثير. أذكر على سبيل المثال ما قال ربنا في سورة الحج الآية 77، يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيضا وردت كلمة الخير مطلقة بلا تحديد، فكل ميسر لما خلق له، كما قال الشاعر القديم: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ووردت أيضا هذه الكلمة بصيغة أخرى في عديد الآيات، على سبيل المثال في سورة البقرة الآية 148:
ربنا يقول فاستبقوا الخيرات، دعوة للتسابق للتنافس في الخير، فاستبقوا الخيرات. وتكررت الآية نفسها في سورة المائدة الآية 48 فاستبقوا الخيرات، وفي سورة الكهف آخر آية الآية 110 ربنا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي سورة التوبة الآية 5 بعد 100 الأولى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فلنجتهد جميعا في تحقيق مقاصد هذا النص النبوي الشريف بأن تنصرف هممنا في المجتمع خدمة للدين والوطن. وتميزت الجزائر في هذه الأيام المباركات أنها تحتفل بيوم من أيام الله، بيوم من أيام الجزائر، وهو الاحتفال بستينية الاستقلال. هذا الحدث العظيم، هذا يوم من أيام الله غير من مجرى التاريخ، والمؤرخون المنصفون يشهدون بخصائص تتميز بها الثورة الجزائرية لا نجدها في جميع ثورات العالم. وهذه شهادة المؤرخين المنصفين، ما لا يدرك كله لا يترك جله. يكفي أن نقول كلمة واحدة في هذه المسألة بالذات صناعة للوعي وتحميلا للمسؤولية، فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. قال ربنا في سورة الحشر في الآية 10 بعدما حدثنا عن فضل المهاجرين في الآية 8 وحدثنا عن خصال الأنصار في الآية 9 تأتي الآية 10 من سورة الحشر لتعلمنا جميعا كي لا ننسى فضل السابقين. لا يجوز نسيان فضل السابقين، يعلمنا ربنا في آية القرآن في قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فرصة في هذه الأيام المباركات لنتضرع إلى الله جل جلاله بأن يرحم شهداءنا وأن يحفظ مجاهدينا وأن يوفقنا للمحافظة على أمانة الشهداء الجزائر. حدث آخر حصل في هذا اليوم مع هذه اللحظات أن حضرنا جميعا افتتاح هذا المسجد المبارك في هذه المنطقة التي سجلت حضورها عبر تاريخ الجزائر المشرق. هذه المنطقة التي نحن فيها لم تكن غائبة بل سجلت حضورها الفعال في تاريخ الجزائر المشرق في مجال الجهاد، في المجال العلمي، في المجال الخيري. وهذا خير بيان أن افتتح هذا المسجد المبارك. نسأل الله أن يوفق هذا المسجد والقائمين عليه على تحقيق رسالة المسجد. ورسالة المسجد متعددة الأبعاد، لها 5 أبعاد. البعد الأول البعد التعبدي، الثاني التربوي، الثالث الاجتماعي، الرابع العلمي، الخامس الإصلاحي. البعد التعبدي تحقيقا لسر الوجود، خلقنا لنعبد الله الواحد كما قال ربنا في سورة الفاتحة إياك نعبد
وإياك نستعين. وفي سورة الذاريات الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعبد الله أفرادا وجماعات وأمما. قال تعالى في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتكررت الآية ببعض الاختلاف في سورة المؤمنون الآية 52: وأن وإن قراءتان، هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. البعد الثاني البعد التربوي، فالجامع والمسجد له بعد تربوي من خلال أمرين أساسيين: الأول غرس القيم الحافظة للأفراد، الحافظة للأسر، الحافظة للمجتمع، الحافظة للاقتصاد، الحافظة للثقافة، الحافظة للإعلام، الحافظة للسياسة، الحافظة لجميع المجالات. إذن فغرس القيم دور من أدوار المسجد، وحراسة القيم في المجتمع أيضا دور من أدوار المسجد. ذلك هو البعد الثاني البعد التربوي. أما البعد الثالث البعد الاجتماعي، فإن الجامع يخدم المجتمع، والمجتمع يعمر الجامع، والجامع يرافق المجتمع ويؤطره. أستغفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. ويأتي الدور الرابع وهو الدور العلمي. الجامع في تاريخ أمة الإسلام المضي هو جامعة يعلم العلوم، يعلم أمهات الكتب، وتاريخ الجزائر المشرق أيضا يشهد في هذه المنطقة بالذات، وفي ولاية البويرة خصوصا، وفي ولايات الوطن عموما من باب التذكير. ربنا يقول في سورة الذاريات الآية 55: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كانت مساجدنا قلاعا لحفظ المجتمع، كانت حصونا لحماية القيم، وكانت أيضا مدارس وجامعات تعلم العلوم. كتب كثيرة درست وشرحت في مساجدنا، بدءا من كتاب الله العزيز، هذا الذي يجعلنا نتذكر المفسرين الذين فسروا كلام الله، وهم كثير، منهم إمام الجزائر عبد الحميد ابن باديس رحمه الله، وكذلك سائر الكتب. الشرح شرحوا كتاب الموطأ والموطأ لإمامنا الإمام مالك إمام دار الهجرة، الذي قال عنه ابن خلدون في مقدمته في الصفحة 940 حينما تحدثنا عن خدمة العلماء لميراث النبوة، أشار إلى ما يلي، افتح القوس، قال: وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف عالم المدينة الإمام مالك رضي الله عنه. هذا الكلام للعلامة ابن خلدون ينبئنا بأن هذا الرجل الذي ولد بالمدينة المنورة وعاش بها وأفتى بها، ولا يفتى مالك بالمدينة، ودفن بها، ترك لنا هذا الميراث الذي يتمثل في الموطأ، وقد شرح في البويرة كثيرا،
كما شرح في سائر الولايات، وشرح كتاب المختصر الفقهي الذي يعرف بسيدي خليل للشيخ خليل، وشرح كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وشرح أيضا متن ابن عاشر، وشرحت الكتب الكثيرة، والاستذكار والتمهيد وجمع الجوامع والمعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي. تاريخنا المشرق أنبأنا بهذا النبأ الذي يحركنا جميعا من أجل إحياء منهجية الأجداد في نقل العلوم وفي تدريس العلوم، بل أن الجامع يعلم الفلك، ربنا قال اقرأ، كلمة اقرأ تنصرف إلى جميع العلوم بلا استثناء، كما تنصرف إلى علوم الشريعة الخادمة للوحيين، تنصرف إلى علم الفلك، إلى علم الجيولوجيا طبقات الأرض، إلى علم الجغرافيا، إلى سائر العلوم. هذا هو البعد العلمي لرسالة المسجد. والبعد الخامس والأخير هو البعد الإصلاحي. نعيش في الدنيا ولسنا في الجنة. الدنيا تفاجئنا بهموم، تفاجئنا بمشكلات، تفاجئنا بابتلاءات، بل قال ربنا عز وجل في سورة الملك الآية الثانية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي سورة البقرة في الآيتين 155-156: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن فلنتهيأ جميعا لاستقبال المشكلات واستقبال الابتلاءات، ولكن الجامع يكون حاضرا في الإصلاح، في الإصلاح الأسري، في الإصلاح الاجتماعي، في الإصلاح الاقتصادي، له دور كبير. والآيات تترى، ما أذكره على سبيل المثال، قال ربنا في سورة النساء في الآيات، الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية 128 من السورة نفسها: والصلح خير. الآية 114 من السورة نفسها: لا خير في كثير من نجوم إلى أن يقول الله عز وجل إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وتأكد ذلك في سورة الأنفال في الآية الأولى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وتأكد ذلك في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في مثل حديثه عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إذن فالجامع له دور إصلاحي في المجتمع. نسأل الله التوفيق للجميع. اللهم ألهمنا السداد في الرأي والتوفيق في العمل. اللهم اجعل هذا الجامع عامراً بالخيرات، عامراً بالبركات، عامراً بالباقيات الصالحات، عامراً بالمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا، استووا، استقيموا، رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله